وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من مدينة كوفنتري البريطانية السيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. صباح الخير سيد رامي. صباح الخير. أهلا بك سيد رامي. المرصد السوري وثق حالات اعتداء جنسي وتحرش في المناطق المحتلة بشمال غرب سوريا، يعني ما هي أسباب هذه الانتهاكات الجسدية والنفسية بحق النساء وبحق هؤلاء الأطفال القصر، يعني لا تتعدى أعمارهم 18 دون أي رادع قانوني أو أخلاقي؟ تفضل. نعم صباح الخير. أولا هذا ما تمكن المرصد من توثيقه، ونحن على يعني بحالة مؤكدة وعلى ثقة كاملة بأن هناك حالات أكثر من هذه الحالات التي تمكن المرصد من توثيقها في هذه المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الاحتلال التركي، والتي قال عنها أردوغان مناطق آمنة. اليوم حالات الاغتصاب هذه التي وثقها المرصد بحق الأطفال، عندما نتحدث عن حالات يعني 13 عاما 10 أعوام، نتحدث عن وحوش حقيقة الأمر، ولا نتحدث فقط نعم. عن يعني أناس مريضين نفسيا قاموا بارتكاب هذا الفعل. هؤلاء يعني قاموا باغتصاب أطفال، عندما تقتصبين طفل أي وحشية أي همجية يعيشها هذا العنصر من هذا الفصيل المقاتل، وما هو عقاب؟ هل تلقى العقاب؟ هل حكم؟ هل كان هناك رادع لهذا المجرم الذي قام بارتكاب هذه الجريمة الوحشية، كي لا يكون هناك آخرين يقولون بأن عندما ارتكب هذه الجرائم لا أحد يتحدث؟ وهنا نعين نقول ونتحدث بواقعية، عندما ننشر ونوثق هذه التقارير نريد من الأمم المتحدة، من الاتحاد الأوروبي، من المنظمات الدولية، من منظمات مؤسسات الطفولة أن تتحدث عن هذا الأمر، وخصوصا بأن هي تستطيع الحديث مع السيد رجب طيب أردوغان مع حكومته، من ما يعرف بحكومة عبد الرحمن مصطفى الذي هو مسؤول عن هذه المناطق. وعبد الرحمن مصطفى هو أحد رموز الاحتلال التركي، هذا الرجل يلتقي مع وفود أوروبية، وهذه التقارير تذهب لدول أوروبية، لماذا لا تتحدث مع هذا الرجل الذي يقول بأنه رئيس حكومة عن هذه الانتهاكات الصارخة التي تجري بحق أبناء هذه المناطق من قبل مجموعات تعمل تحت إشراف الحكومة المؤقتة التي رأسها عبد الرحمن مصطفى أحد رموز الاحتلال التركي في سوريا؟ نعم. طيب ما هي تداعيات هذه الممارسات اللا أخلاقية حول حياة هؤلاء النساء والأطفال؟ يعني ما هو مستقبل هؤلاء الضحايا بين وصمة العار وغياب المساءلة؟ دعينا نسأل سؤال، لو كان هذا أفعال عند النظام وهي موجودة عند النظام، لا تحدثت المنظمات الدولية عن هذه الجرائم، جرائم الاغتصاب، ولكن عندما يكون الأمر يعني عندما تسيس حقوق الإنسان وتسيس الانتهاكات، هنا عار على المجتمع الدولي، يجب على المجتمع الدولي أن يكون هناك منظمات معنية بمعالجة آثار النفسية للضحايا. عدا عن جريمة الاغتصاب هناك آثار نفسية تنجم على هذه الجريمة، وأيضا آثار نفسية على الأهالي. الأهالي اليوم نحن نعلم بمجتمعنا عندما تتعرض طفلة لجريمة اغتصاب يقف وراءها بعض الأهالي، ولكن بعض الأهالي يلومون الطفلة التي تعرضت لهذه العملية الوحشية الهمجية من قبل هؤلاء الوحوش البشرية الذين هم ضمن فصيل ضمن قوات من المفترض بأنها تعمل بشكل نظامي ومؤهلة، وخضعت لدورات تأهيل نفسي من قبل منظمات دولية أو من قبل من هم مسؤولين عنها. نعم. طيب هل يعني هناك تقارير من المنظمات الدولية والحقوق المعنية بحقوق النساء بخصوص هذه الانتهاكات؟ يعني بعضها نعم، ولكن لم ترقى إلى حجم الكارثة الموجودة داخل الأراضي السورية. يعني كانت أحد الحوادث مع فتيات عفرينيات تعرضن للاغتصاب على يد مجموعات مسلحة في عفرين، بعد ذلك لم نرى الأمر فعل بشكل كبير جدا. اليوم نشاهد محاكمة البعض في أوروبا في فرنسا وألمانيا، ولكن هناك كثير من الانتهاكات الموثقة بحق أبناء عفرين على سبيل المثال من جرائم اغتصاب وغيرها، موجود أبناء عفرين في أوروبا يستطيعون رفع دعاوى قضائية على السلطات التركية، أولا كون أنها سلطة احتلال موجودة في تلك المنطقة، والجرائم يعني تم تنفيذها بمناطق سيطرة الاحتلال التركي. جرائم الاغتصاب هي من سلسلة جرائم ترتكب بحق أبناء الشمال السوري من قبل المجموعات المسلحة الموالية لتركيا.
نعم. طيب يعني هذه الانتهاكات تسببت بنتائج كارثية، يعني خلفت عشرات ربما آلاف الضحايا، يعني وسط تجاهل واضح كما ذكرت من قبل الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي. هل توجد أي بارقة أمل أو يعني محاسبة المسؤولين، بارقة أمل في محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وإنصاف ضحاياها؟ لو لم يكن لدينا أمل بأن هناك بارقة أمل لما استمرينا بالعمل بشكل يومي وبشكل حثيث، على الرغم من أن المجتمع الدولي وبعض المنظمات الدولية تتعامل مع جزء من المعارضة الموالية لتركيا والمعارضة التي لا يهمها ما يجري من انتهاكات في تلك المناطق التي تدعي بأنها منظمات حقوقية، ولا نشاهدها تتحدث عن انتهاكات عفرين وغيرها كون أنها هي مسيسة، هي تعمل بأحادية ازدواجية معايير هنا، تتحدث عن جريمة وهناك تعتم على جريمة. لذلك أقول البركة موجودة، الأمل موجود، ولكن يجب أن يكون هناك التعاون مع الجميع حتى نصل لمحاكمة كافة منتهكي حقوق الإنسان في سوريا سواء كانوا في هذه المنطقة أو تلك. نعم، شكرا لك سيد رامي على كل هذه الإيضاحات. كان معنا من مدينة كوفنتري البريطانية سيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، شكرا لك.